نحن عالم مسالمين، نحن بالنهاية إنسان بيتنفس. مرحبا واضح، اسمي ريموندا شمعون، عمري 31 سنة، لبنانية وعايشة بلبنان. درست فيجوال ارتس واشتغلت بمهنتي، كنت لست سنين مدرسة فن فيجوال ارتس ادوكيتور. فجأة بليلة ما فيها ضوء قمر بلاقي حالي بلا شغل وبلا معاش، والاحباط ما في له محل ابدا بحياتي، لازم قبل ما نقشط نو. انا دغري بس شيلوني من شغلي قلت لازم اطلع على الشيء الايجابي اللي صار من ورا هيدا الموضوع. اعطوني تعويض الكامل اللي هو ما بقى كان يسوى شيء بوقتها، خاصه مع مشاكل الليره والدولار اللي صارت بلبنان. قلت بدل ما اصرفهم هولي على الاكل والشرب وراح يروحوا، لازم استثمر فيهم وطور فكرتي اللي هي شغلي اللي اصلا كان شغفي الاساسي. استثمرت كل مدخراتي وسخرت كل طاقاتي لحتى اطور فكره شلاما كلتشر. شلاما معناتها سلام باللغه الاشوريه، نحن بس بدنا نسلم على بعضنا بنقول شلاما. أنا حبيت من خلال هيدا الكولكشن وصل رسالة سلام إنه نحنا بعدنا هون. مزبوط نحنا تهجرنا، بس البلد والوطن بيبقى بالقلب، يبقى وين نحنا فينا نخلق وطننا وين نحنا. وبلشت الفكرة بتيشيرتات بشنط بماجات بقطنيات أو بأكسسوارات. بلشت من ديزاين واحد اللي هو اسمه شلاما ومكتوب عليها ورا We are a nation of immigrants. بدي العالم تحكي مع بعضها، يعني إذا شاف حدا لابس تيشيرت شلاما ينقزه ويقول له يي أنت أشوري، أو يقول له شو يعني شلاما. أنا هون بكون خلقت حوار حضارات. نالت عجاب في الغير أشورية، وأنا هيدا اللي صدمني صراحة، بل الدعم من غير الأشورية أكتر من الأشورية بحد ذاتهم، لأنه في عالم هي منفتحة على الحضارات وذهنيا أكتر من غيرها، وهيدا الشيء اللي حبيته. الأشورية اللي من جيله واللي هن بيفكروا مثل كتير حبوا الفكرة اللي ناجي من الموضوع. الشباب والصبايا اللي انصرفوا من عملهم، اللي عم بيواجهوا صعوبات معيشية أو بحياتهم الشخصية، بلهم ما تستسلموا. إذا عندكم فكرة حتى لو ما كان حدا مآمن فيها، حتى لو ما أنتوا شخصيا كنتوا مآمنين فيها، عملوها مثل ورقة بيضة خارجوا عليها، ما عجبتكم بتخزقوها وبتكبوها، إذا عجبتكم بتكملوا الشغل عليها شوي وشوي بتوصلوا للي بدكم إياه إذا الله راد. أنا كتير نحن عالم مسالمين، نحن بالنهاية إنسان بيتنفس، ما لازم أبدا نخلي الأحباط يكلنا، لأنه الدنيا ماشية فينا وبلانا. ميرسي كتير كتير وشلاما.